بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 51. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا عن اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم، كفرهم بآيات الله، قتلهم الأنبياء بغير حق. وقد توقفنا في الحلقة السابقة عند هذه الجملة، قتلهم الأنبياء بغير حق، فقد قتلوا كثيرا من الأنبياء. قتلوا زكريا وابنه يحيى، وأرادوا قتل المسيح كما يأتي، وأرادوا قتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا شأن اليهود، أنهم إذا جاءهم الأنبياء بما لا تهواه أنفسهم، إما أن يكذبوهم ويكفروا بهم، وإما أن يقتلوهم. ولهذا قال: وقتلهم الأنبياء بغير حق. ليس قتل الأنبياء يكون فيه شيء من الحق، وإنما هذا من بيان أن قتلهم لهم متمحض في الباطل، ليس على الحق أبدا، فلا مفهوم لهذا القيد، قتلهم الأنبياء بغير حق. ومن جرائمهم قولهم قلوبنا غلف، أي مغلفة، فيه معنيان للمفسرين. قلوبنا غلف يعني أنها تعي كل ما يقال وتحفظ كل ما يقال، فلو كان ما جئتم به حقا لقبلته قلوبنا، فلما لم تقبله قلوبنا دل على أنه باطل، هذا بزعمهم. والقول الثاني: قلوبنا غلف، أي مغلفة لا يصل إليها كلامكم. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، مغلفة لا يصل إليها النور والحق. فهم يعارضون الوحي بهذه الحجة، قولهم قلوبنا غلف. بين الله سبحانه وتعالى السبب الذي من أجله لا يقبلون الحق ولا يطيعون الرسل، لأنه طبع عليها، طبع على قلوبهم عقوبة لهم، لأن من عرف الحق ولم يقبله فإنه يعاقب بفساد قلبه والختم عليه والطبع عليه حتى لا يقبل الحق بعد ذلك عقوبة له. بل طبع الله عليها بكفرهم، بين سبحانه وتعالى السبب الذي من أجله طبع الله على قلوبهم، وأنه الكفر بالله عز وجل. فالكفر يسبب الطبع على القلوب ولا يصل إليها الحق بعد ذلك، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لا يؤمنون إيمانا ينفعهم، وإنما يؤمنون إيمانا منقوضا، وإنما يؤمنون إيمانا منقوضا بالكفر. فعندهم شيء من الإيمان، يعرفون أنهم رسل الله عز وجل، ولكنهم يكفرون بهم، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم، لأنه ليس إيمان قبول، وإنما هو إيمان فطري اضطراري. فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم ذكر الله من جرائمهم أيضا، قال: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. هذا من جرائمهم الفظيعة، أنهم اتهموا مريم عليها السلام الصديقة، اتهموها بالزنا، حيث إنها حملت بعيسى عليه السلام من غير أب، بل بالكلمة التي أمر الله جل وعلا بها.
فإن الله جل وعلا قال لعيسى كن فيكون، كما أنه خلق آدم بقوله كن فيكون، خلقه من تراب لا من غير أم ولا أب. فالذي خلق آدم من غير أم ولا أب قادر على أن يخلق عيسى من غير أب، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى عليه السلام كان بالكلمة التي أمر الله بها وهي أمر التكوين، قولهم على مريم بهتانا عظيما. ومن أعظم جرائمهم أنهم هموا بقتل المسيح وادعوا قتله، وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه. وذلك أنهم لما ضايقوا عيسى عليه السلام في بيت المقدس ذهب يسيح هو وأمه في فلسطين ويدعو إلى الله عز وجل، ويتبعه من يتبعه من المؤمنين. فعند ذلك غار اليهود من عيسى عليه السلام ووشوا به إلى ملك وثني من اليونان يملك بلاد الشام، وقالوا إن هذا الرجل سيفسد عليك ملكك وينقض الناس عليك. فأرسل ذلك الملك الكافر إلى واليه على فلسطين أن ينفذ قتل عيسى هذا الرجل الذي وشابه اليهود عنده، لأنه يغار على ملكه وليس له دين. فجاءوا إلى عيسى عليه السلام وهو مع الحواريين في مكان مجتمعين فيه، فلما علم بهم عيسى عليه السلام أوحى الله إليه وعلم بمجيئهم قال للحواريين من يقبل منكم أن يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون رفيقي في الجنة؟ فقبل واحد منهم ذلك فألقى الله شبه عيسى عليه السلام فدخلوا، وحين دخولهم رفع الله عيسى عليه السلام رفعه إلى السماء، فدخلوا يريدون قتل عيسى فوجدوا الشبه على هذا الرجل فقتلوه يظنونه عيسى، فقتلوه وصلبوه على الخشبة وسمروه ونفذوا فيه قول الملك الكافر، في حين أن عيسى عليه السلام رفعه الله حيا إلى السماء. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فرفعه الله حيا إلى السماء بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، ولا يزال حيا في السماء إلى أن ينزل في آخر الزمان من علامات الساعة نزوله، فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك وتواتر، كما تواتر ذلك في القرآن والسنة من نزوله عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، وأن نزوله من علامات الساعة. قال تعالى وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة، أي أنه علامة على قربها. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، سمي بالمسيح قيل لأنه يمسح ذا العاهة فيبرئه الله عز وجل، يمسح بيده على المصاب فيشفى بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بأمر الله، ويحيي الموتى بإذن الله. هذا وإلى الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.